ما في الشكل هاي ولا هاي القطعة فيها نجار خشب نفس الطيب عن نجار خشب نفس اللون التعتيق المعتق فيها بدأناها مع الهاشميين. هنا سيدنا الله يطول عمره تاريخ العسكري المشدد والذي ورثه كابرا عن كابر من جلالة المرحوم الحسين بن طلال. الجوانب الإنسانية الكبيرة وهي عظيمة بحياة الجيش العربي، حرس الحدود، ولحقيقة اللي في يوم من الأيام وما زال أبدع الجيش العربي بالجوانب الإنسانية الكثيرة. إحنا الحمد لله على السلامة. نعم. احتفلنا في الأوية فكل فعاليات مهرجان شبيب مجانية، والحمد لله يعني تمام بدنا نقدم أوسمة بشعارات وبعوية للإخوان اللي شاركوا معنا جميعا. تحية منا لكل إنسان احتفل معنا في مئوية المملكة. والله يا سيدي هذا فخر واعتزاز ومبادرة يعني ليست جديدة عليك لا على شخصك ولا على مهرجان شبيب. طبعا ستي هون صرخة الجيش العربي من تأسيسه ولغاية اللحظة، يعني أنا دائما أقول مع احترامي لكافة الجيوش العربية بأن الجيش العربي هو من ضمن الجيوش، بل الجيش الذي قدم وضحى في القدس، والهاشميون والملك عبد الله الأول هو الذي استشهد على أبواب المسجد الأقصى. وأتوقع بأن هذه الرسالة هي رسالة عظيمة وكبيرة بأن الهاشميين هم أول من قدموا أرواحهم فداء للقدس والمسجد الأقصى. يوم لن ينساه الأردنيين أبدا، هو يوم الوفاء والبيعة، الوفاء للملك الحسين بن طلال والبيعة، ونجددها دائما وأبدا لسيدنا الله يطول عمره قائد القوات المسلحة الأردنية. ستي احنا لن نفصل معركة الكرامة عن معارك الجيش العربي في القدس، وهذه الرسالة دائما أنا أتحدث عنها بكافة الاحتفالات الوطنية، وهذا بيد مديرية الإعلام العسكري والجيش العربي. احنا السنة فرحتنا فرحتين، اولا فرحتنا في خطوبة ولي العهد امير الحسين، هذه فرحة كبيرة مع افتتاح مهرجان شبيب. وطبعا موجودة نبارك لسيدنا سمو ولي العهد، يعني نبارك لسيدنا صاحب الجلالة ونبارك لملكتنا صاحبة الجلالة ملكة راشدة ولي عهدنا ولجميع الشعب الاردني، لهم الف 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 تحية والف مبروك للجميع. يعيش جلالة الملك المعظم، يعيش جلالة الملك المعظم، يعيش جلالة الملك المعظم، يعيش جلالة الملك المعظم. بارك الله فيك. طب وستي هنا يعني أنا دائما أقول بأن الجيش العربي هو مصنع الرجال. نعم. جامعة موتة، الكلية العسكرية، ولن ننسى كلية الأميرة منى، يعني هنا أيضا شركات لنا في الجيش العربي. وأخيرا طبعا أنا بشكر كل من افتتح معرضنا واللي رحب فينا هنا بالمكتبة الوطنية، وانتم ايضا شكرا جزيلا لك يا سيدي. هذا هو معرض توعوي عن آفة المخدرات، وحول انه يعني ارشادات للاهالي والاسر عن المواد المخدرة بشكل عام، ايش هي المواد المخدرة، نعرض عليهم المواد المخدرة. زمان كان في حرج انه نعرض المادة المخدرة لانه هي رسالة ذو حدين، ممكن تكون سلبية او ايجابية، ولكن احنا الان اصبحنا مجتمع متفتح وصار في تكنولوجيا اكثر، فاحنا لازم احنا نتواكب ونمشي مع هاي الامور على اساس انه يكون في التوعيه موجوده بكل مكان وبكل زمان زي ما يحكوها. هاي من البروشورات اللي احنا بنعرضها، من يعني هي عن آفة المخدرات وانواع المواد المخدره، في معنى عينات من مواد مخدره، عينات حقيقيه ضبطت الجهود اداره مكافحه المخدرات والأجهزة الأمنية مكافحة هذه الآفة، وكمان أن إحنا نستغل هذا الإشي توعية من أنواع التوعية للأهالي والفئات الشبابية. بالعكس إشي مهم جدا، يعني أصلا البروشور هذا لازم يتوزع لأنه إحنا بنوزعه والله، انتشار صار يعني قوي ومجهودكم مباركة وعم تحاربوها. حتى هذا الكتيب ستي فيه كمان عن تحريم الشريعة، وفي خطبة موحدة كمان يعني هي موثقة وموجودة بوزارة الأوقاف وصادق عليها عن المواد المخدره وايش آفة المواد المخدره، بالاضافه للمواد الثانيه موجوده داخل الكتيب هذا. حتى استغلينا هذا البوستر حطيناه على
خلفية التسيب في الأضرار المباشرة للمواد الله يسعدك ستي. إحنا هاي الشنطة الأولى هي عينات من مواد مادة الجوكر المخدر، هي عبارة معها بودرة البنز أو البنزاي بالإضافة لسلائف كيميائية أخرى سامة. إنه إحنا في شبابنا يعني بيقبل على حاله يدخن المواد السامة والمواد المخدرة، وهو أصلاً يعني إحنا بالوقت الحالي بطل فيه إشي اسمه يقول لك أنا والله ضحك علي أو إنه أنا والله جابوني بالغلط. والله ستي كل اللي قاعدين نضبطهم قضايا مخدرات، يعني ما بدناش نحكي نسبة، ولكن معظمهم انه هو عارف انه هاي مادة مخدرة وانه بتسبب ادمان وبتسبب سجن وبصير عليها يعني خلينا نحكي ترتب عليها عقوبة يعني قانونية، ومع ذلك تلاقيه بيمشي على هاي الامور. مرات انه كمجموعة شباب انه بيستغلوا بعض، الواحد يكون مروج بنات الشباب انه يقول لك انا كيف بديش ادخن قدام اصحابي، هسه يقولوا عني مش زلمة من المواد المخدرة. لأنه إحنا كأهالي لما ننبه الأهالي على المواد أو الأدوات التعاطي، متعاطي مجرد ما حصل على جرعة المادة المخدرة بس عطاها مباشرة، ولكن أدوات التعاطي دفتر اللف الأوتومان أو مثلا معلقة محروقة أو مثلا سرنجة موجودة عنده بغرفته، إحنا دائما لازم نتنبه، يعني الأهالي لازم يكون عندهم زي ما يحكوها حس وعي وحس إنه ليش هاي المواد موجودة. هان في عندنا اللي هي عينات المروين، هان عندنا المستحضرات الطبية ستي، هي موجودة بالصيدليات وتنصرف بوصفات طبية ضمن يعني خلينا نحكي رقابة معينة وسيستم معين، ولكن هي موجودة للعلاج، إما تحد الألم عند الشخص أو تساعده بالعلاج، ولكن إذا أخذها الشخص الغير مريض راح يسبب عنده إدمان لأنه فيها نسبة مخدر، لأنه إما تحد عنده زي ما حكينا تحد الألم أو تساعده بالعلاج. باستثناء اللي هي حبوب الكتاغون والكبد اللي بيسموها أم هلالين، هي حبوب مخدرة. علاج حبوب الكبتاغون هي حبوب مخدرة، ولكن الخدعة فيها لشبابنا إنه هي تشبه حبة الدواء. كثير مبسوطين بالدعوة تبعت اليوم اللي هي الجامعة الرسمية، وحابين نحكي لكم عن الجامعة. احنا الحمد لله جامعة مهرجان شبيب دورته 28 هذا العام يحتفل احتفال كبير في مئوية المملكة، وقدمنا جميع فعاليات مهرجان شبيب مجانية لجميع جمهورنا الأردني وضيوفنا من الدول العربية، فأهلا وسهلا فيهم في مهرجان شبيب الدولي للثقافة والفنون في دورته 28. مهرجان شبيب المنبثق عن جمعية شبيب هو من أهم أهدافه دعم الشباب الواعدة، فأنا بحيي كل إنسان بحب يجي ويدعم هاي الشباب الواعدة من الاطلاع على منتجات المعرض الهاشميون مسيرة عطاء وإنجاز، لدعم كل منتجات النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل، ودعم كل شيء ينتج في بلدنا الحبيب. يا سيدي، إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل تسعى لتطوير برامجها بشكل مستمر لهدفين رئيسيين، اللي هو الهدف الأول بناء قدرات النزلاء وتمكينهم ليعودوا عناصر فاعلة في المجتمع في مرحلة ما بعد الإفراج، والهدف الآخر تحقيق عائد مادي للنزلاء أثناء وجودهم قيد مراكز الإصلاح والتأهيل. واجبنا أن نمد إيدينا لهؤلاء الأشخاص اللي اختاروا الطريق القويم واختاروا العودة والابتعاد عن السلوك الجرمي من خلال هاي الفنون هاي المنتجات. مديرية الأمن العام ملتزمة وحريصة على المضي قدما في تطوير برامجها، لذلك هي يعني تسعى إلى فتح مشاغل في كل مراكز الإصلاح والتأهيل. هذا المعرض هو جزء من سلسلة معارض عديدة أقيمت وستقام
في الأيام القادمة تحت شعار صنع بعزيمة. هناك منتجات متنوعة ما بين الخزف والفخار، الأثاث المعدني والخشبي، التحف، اللوحات الفنية، أيضا جناح مركز إصلاح وتأهيل النساء اللي بيحتوي على المطرزات والمنسوجات، واللي هدفها مثل ما حكينا يعني نقل النزلاء إلى مرحلة جديدة، مرحلة تقويم السلوك والتعويل على الخير الموجود في كل واحد فينا. كل واحد فينا هو وإن أخطأ وإن عاقب القانون إلا أنه إنسانيته وحقه كمواطن مصان، وهذا إيمان موجود لدى مديرية الأمن العام قديم ومرسخ في القانون، وهو نهج مؤسسي وليس نشاط عابر أو نشاط وليد اللحظة. فرسالتنا للناس رواد هذا المعرض أنهم يزوروا هذا المعرض، يشتروا من هاي المنتجات اللي بعود ريحة على النزلاء أنفسهم، ويدعموا العملية الإصلاحية ويكونوا شركاء في العملية الإصلاحية اللي انتهجتها مديرية الأمن العام. يا سيدي، المشاغل الموجودة في مراكز الإصلاح والتأهيل هي مشاغل قديمة، وأنا يعني بينت أنه هذا نهج منذ سنوات بدأته مديرية الأمن العام. لدينا مشاغل يمكن محدودية المساحة اللي موجود اليوم هي ما تجعلنا نعرض جزء أو نافذة بسيطة من الجهد الموجود داخل مراكز الإصلاح والتأهيل. اليوم كل أثاث مديرية الأمن العام 90% من هذا الأثاث ينتج داخل مراكز الإصلاح والتأهيل. أيضا في لدينا اتفاقيات مع وزارات وجهات حكومية لتزويدهم بالأثاث، ولدينا الحمد لله القدرة والخبرة التراكمية اللي صارت موجودة في مشاغل إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل للإنتاج بكميات كبيرة. ممكن في معارض أخرى كان في لنا مشاركة مؤخرا في مهرجان جرش، عرض فيها غرف النوم، أطقم الكنب الكبيرة، مختلف الأحجام. الحمد لله صار لدينا القدرة على المنافسة في الجودة وفي النوعية، لأنه مثل ما حكينا احنا نعول على سلوك النزلاء وعلى إمكانياتهم وقدرتهم، فبالتالي النزيل ما عنده أي هدف ربحي، ما عنده أي سبب لتقليل جودة هاي المواد، هو يضع خلاصة جهده وتفكيره وعزمه على التغيير والابتعاد عن السلوك الجرمي في هاي القطع. فهي القطع ليست مجرد سلعة لدينا، هي تحفة خلفها قصة، قصة عزيمة وقصة كفاح، وهذا ما نسعى لإيصاله يعني من خلال معرض صنع بعزيمة. رسالتنا دائما يتم الحديث عن أنسنة العمل الإصلاحي. اللي بدي أحكي أنه لم يكن العمل الإصلاحي في الأردن في يوم من الأيام غير إنساني، هذا كان نتيجة توجيه ملكي سامي لمديرية الأمن العام في أوقات سابقة بضرورة أن نضع نصب أعيننا تحقيق هدف هذه المؤسسات اللي هي مراكز الإصلاح والتأهيل، هدفها في الإصلاح والتأهيل وليس فقط أن تكون مكان لانقضاء العقوبة. فهذا توجيه ملكي، هذا نهج مكرس في القانون، هذا التزام بدأته مديرية الأمن العام منذ سنوات. هدفنا أنه أيضا نسوق هاي العملية الإصلاحية للجمهور، للمواطنين يطلعوا من خلال هاي النافذة البسيطة على المنتجات ويدعموا الأشخاص اللي هم بالنهاية جزء من المجتمع اللي قرروا يبتعدوا عن السلوك الجرمي ويعودوا عناصر فاعلة في المجتمع.